في العالم، لأن صاحب عليه وسام الكيت يلعبها، بس فاهمين أنا صاحب عليه كلمة الهكسروك. يلا بنمتع. طبعا توني جايب ذا سكين حق الأسد، لكن نحس ذا سكين ذا دايما استخدمه. شايفين كيف الجوال؟ بس هم يقول انه ظبط المدينة، بس ما ادري يلعب اظن بالمدينة، لكن يقول انه صاحبين عليها الاثنين انا وياه، لكن يمكن انا ما كنت اقدر العب، بس هو كان يقدر، انني ما اعطيه المفتاح حق العالم، واظن اني اعطيته بلوك، ف وانا شلت بلوك خلاص. بشوف هل لحد الان معاه مفتاح العالم؟ لو حطيت مفتاح بلكته بيختفي المفتاح، او يعني بالاخص يعني جالات صديق يقول اوكي والله سا ما مزبط. والله صار مزبطة هنا، يعني حاط صندوق فيه لوت، هنا يعني حاط صندوق فيه لوت، هنا يعني حاط صندوق برضو فيه لوت، هنا يعني حاط حق الصنع، و خلني اطلع. واليوم بنعلمكم عن جلتش برضه، يعني شفته في اليوتيوب، لان اسلحته الان البيكاكس مثال، شوفوا هنا احتاج الجلتش، يقولون يبيله صندوق اي تشست. اوكي جبنا ذا تشست كذا، كالاتي نحط التشست ونجيب، شوف شوف السيف زي كذا، اوكي سيف مثال البيكاكس يوم تبعنا، بس هو صندوق يعني بعيد وحط فيه نص موردي، لكن موارد حقت يعني موارد موارد. اوكي حمل مفتاح، لا والله ما يروح مفتاح من عنده، ترى اعطيته حظر ماني انا شلتها، بس ايه اوكي حطه هنا، حط فيه يعني لوتنا فاهمين. هذا او هذه يزودني قلبين، قاعد ارميها اهم. كلها احتاج يعني احط الايتمات اللي ما استخدمها. لا الله يا الله، لوح نوع ما احتاجه، لكن الاشياء اللي انا استخدمها ما اوكي نوعا ما، ذا اللوت يكفي وضع يعني. شوفوا كده، طيب نفترض ان السيف ممتاز، شوف كم هيلة، شوفوا كلات كذا هيلة. طيب وصلنا السيف حطينا بصندوق وكسرنا الصندوق فاهمين، روح الحين السيف كذا هيلة. كيف كسرنا الصندوق واخذنا موارد كالاتي، ركزوا طبعا كالاتي، ركزوا السيف. اوكي شكلهم نوعا ما حذفوا جليتش، طيب كالاتي برضه عندكم جليتش، جليتش تجيبون مثل شوفوا الدجاجة، راح نرمي لها 30 من ذي، اوكي 30 كاملة بتروح هي تاكلها. طيب هي ما تعطينا الا بيضة واحدة، شوف نخليها تاكلها، هي بتاكلها كاملة كالاتي، شفتوا كم؟ 1 2 3 4 5 6 بيضات، شفتوا شفتون؟ هنا يعني تشوفون ما له فايدة، هنا مين؟ هذا شكله له تسامح، خلني اخليه. لحظة لوت مين؟ اوه ها انت لو تلق فوق اللوت ما ضبطها صدقون، لكن كلنا عارف ان حركة فورتنا سووه اللي نسويها كنا الحين، لكن خربت، بس انه ما ماي خشب، بس ماي اكس، والله اكس ما ماي
من انا بيوتنا نصمك يعني في بيوت كثيرة، وانا ما اعرف اي واحد بيتي اي واحد بيت، لكن بيت ذا مورد احتاج خشب. كم؟ 5 خشب، 5 خشب، 2 حجر. اوكي وبرضو عندكم قلش تكسر ثاني بدل ذا، ايش هو؟ وصلنا، بس بيلي احط واحدة من ايتمات ذا السيف. يا اخي انت كسر اشياء ضعيفة. اوكي الحركة، اوكي تعال تعال يا بقرة خذي. احتاج لا خذي هذه، خذي ها خذي هذه كرميت لها نوع ما 15. اوكي اوكي 15. طب يمكن ما تعطيكم، ايوه شفتوا سمعت يوم تجون تقولها تعطيكم، يعني شوفوا هنا حليب، حليبين، 3 4 5 6 حليبات. طبعا انا شايف من بيت انه في منطقة ثلج. انا الان كذا ابحث ادور كذا، الحين ببدأ بطلع بمغامرة، لكن يبدي مغامرة صدق يبيلها اكس مغامرة ذي نجيب فيها لو خشب، يبيلها نجيب فيها خشب دي مغامرة، دي اقوى مغامرة. بس ليش؟ لان كالعادي المغامرة ايش بسوي؟ طبني متابعين، انا حاطة علامة ايه هنا قطاع الطرق، بروح بقوم طبعا برضو بالليل، يعني بالليل فورتنايت او ايه بالمونيكا كده عمى معي. حلو بروح اصنع اكس واجمع فيه خشب كثير، لاني انا الحالية المطفرين خشب انا وسامة. لقيت هنا يعني لوت لك، ما راح اخذه 100% اسامة. اسامة كان كذا يمكن يدي اختار اللي يجي شخص شي يذبح. مين؟ اوكي اسامة مولع سمع. اوكي حجرتين ما عجب حجر. اها متابعين طبعا دقيقة واجي دقيقة. حجر حلو.
كالآتي: أفكت شوية، مدري ليش ترها بس. هنا لقيت حجرتين نوم. استنى، أسامة جايب شي جديد. وذا إيش؟ ذا إيش؟ ذا شي وكل بير باكلة يعطيني قلبين. أقدر أصنع أكل كهذا، ما أدري. إيه رحلتنا على ذا العسل عن برخم برخام، ما أدري صار الليل أظن. نعم، مدام صار الليل أنت تشرب بالبرد. مشكلة مع سهم محتاج نجيب. شوفه إيش إيش هذه الآتي، هذا يخليني من برد أصير ما تهور. فببدأ بمشي بدور لواحد معاه سهم، عشان عندي لكم قليلة أسهم لا نهائية، فاهمين؟ راح بدور مستمعين عليك فاذبحهم يعني، فاهمين؟ اوكي والله معي عظام كثير، لا اعرف وش فايدة العظام. اكتب لي بالتعليقات. نحتاج واحد كذا يطلق بالأسهم. طبعا اللي يعجب العالم تحت البذرة، اللي يشوف طبعا البذرة تحت، اللي شاف ان العالم فيه مكان حطاه طرق جنبه وكهف بنفس الوقت وكثير يعني اشياء جنبه. وبرضه بالليل اوكي طبعا كالآتي، برضه في كثير صناديق ما في. والله ما جو ميت. مين ذا؟ من ذا اختفى؟ لا موجود. تعال تعال ارجع 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 ارجع. رجعت القرية. وين ذيك حقة الطرق يا اخي؟ جابك خلاص. احم تابعين قلوبي قلوب. خلني اكل. والله صدقوني زود قلوب زي الناس. فهم تكفى لا تصفقني كف بعد الفيديو. احس تلقوني بعد الفيديو ميت. ها شهد علي عيال سامع بيذبحني عشان اكلت من ذي اللي نادرة. ما نايم تبين انا طاق. لا ابي شي عليك، ابي شي علي مية سباف الذي على دقيقتين. حليب ايش يخليني حليب يخليني ما اشك ما اشرب الجوع ثلاثة، ما ادري ما يخلينا جوع. حلو. انت مين اكلتي صح؟ الحين باقي خلني درهم ادور، فاهمين يعني؟ يلا ندور لنا اشياء ما بين ما يوقف مطر، مع ان كل سكلتونات ذبحناها. ندور كل مع سهم. توكم تطلعون ها؟ توكم تشوفون موت ها؟ توكم تشوفون موت ها؟ توكم تشوفون موت ها؟ توكم تشوفون توني اشوف الموت انا شكلي ها؟ شكرا على الاكس. خلاص خلاص خلاص. هل نفس الحين؟ لا ما ضبطوا مثل الجيم العادي اللي تهيل وانت قاعد تمشي. لا والله خرج من القانون بس. يلا هل وقف المطر؟ فالآت رحلتنا هي هنا لهنا كالآتي. مدمنا يعني شو اسمه، الحين بنروح نروح عند قطاع الطرق، وما راح أصير لحالي، بجيب معي العيال لهنا. خلنا عند أشياء. حصل على غنيت، حصل على ريش، حصل على تراب. شكرا متابعة. ما اقدر استكشف لان استكشف الحين مو بيصير الحقلي. كان ممتاز. اول واحد من اخوياتنا ومن فزعتنا. تعال
خلوه يجمع أكل وبجيب يعني ناس كراتي. اوكي انت عندك سرير او يعني عندك سرير السكر وذاك مزارع ايه هنا. تعال خلني اقول للناس تكشف. عنده اغراض، عنده حصل على التراب، طيب حصل على الذر، حصل على حرير. شكرا لك متابعة. ثاني شخص نقول له وصلنا، بنقول له برضه علينا التوقف عن العمل، لا علينا مساعدة مرة آخر. اوكي والله ما انت بقدر احجز سرير لشخص غيري. اوكي هذا مكاننا انا وسامة، طبعا نسيت هنا في سرير فخلني احجزه. ما اقدر، فيلا تعالي يا صقر. الصقر عنده سرير فيلا ليش لا، نحتاج طبعا نجيب معانا فزات. ما عندي سيف زي الناس، روح اسوي له سيف. طبعا احد يعرف فايدة العظام يكتب لي. ارمي 30 كاملة، ياكلها خليها ياكلها كلها كلها كلها. 200 يا ظالم، طبعا هو يعطيك بيض عشوائي على طول، يعني اذا ما اعطاكم بيض زي الناس تذبحون فاهمين. معنا لحم مع 10 لحمات بس شي حلو. الان انا راح اقوم اخذ لي سيف وننطلق، ويمدينا نصنع بو لكن يبيله حبل، فخل نسحب ونصنع لنا سيف جديد متجدد. الحقني ممتاز كلاتي، راح علي هناك هناك. على هناك على هنا يعني على هنا. تعالوا نقوم نستكشف طبعا عشان ما اموت، يعني جنب المكان اللي بروح له بحط. يا الله يا الله صاير في بروق ذئب. لا لا ذئب ما كرههم، صاير ذي فترة انهم يدعسون تدعيس الذئبة. تعال 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 الصقر لا تموت. ايوة اوكي احنا الحين قريبين. يوم تكهرب يوم تبيني الدمج ولدي الواقعية من سوق الجمعة اقوى واقعية. خلني اغير موضوع ونحط النار هنا فاهمين يعني. اوكي من هنا كده مسكنا النار عن مطر، في ميزة ان النار من هنا. اقسم بالله انه فازعة قوية متابعين. اشوف دروب وات. تعال 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 مالك من البروق، اشوف دروب يا متابعين. اسحب على قطاع طرق اشوف دروب. تعال تعال انت بس تعال احميني وما عليك منهم. اقسم بالله البرق قوي. اوكي اول دروب في سلسلتنا هذه. لا 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 افتح اغلق. اقسم بالله موارد عسل، احتاج ارمي شي من اشيائي. اسف بتاكس
عجيب. هذا اللي انا اكل اوه ده شيء جديد. ده ايش ده ايش يزود كم قلب ده كده. الصباح هم هناك صح يا على هناك. احنا على حال حالنا يوم تابع لقينا دروب واخذنا دروب دروب يعني حلو فاهمين. يمكن نفتح منه اشياء قوية. ما انا متوقع انه يعطيني جلابلر لانه في جلابلر هو الصراحة. قربنا قربنا من قطاع الطرق. اوكي هنا هم والحين انا رايح عليهم لكن خايف اندس. هذاك منهم وصلنا اظن لقطاع الطرق. هذولي هذولي هم عن عشان طبعا بسوي كراوتش عشان ما يشوفوني. حلو اهرب 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 يا علي صقر اهرب. لا مات لا تموت تسمى لا تذبحه اقسم بالله انك اكبر فزعة. يوم تبعين ما عندي ودمجوني نوما. اوكي اخذت ناري لكن ناري طفت وخلاص ما صار عندي نار. طبعا لازم اجيكم خلاص يعني تراني قوية لا تسووا لي انك قوي وما ادري ايش ما ادري ايش. خذني بس عطى 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 من ناحية الضربات. اوكي نوعا ما خلوني يوم تبعي خلوني اكل. حلو طح كيف دعسناهم. جيب اوكي لا سوي لي رهيب. هي حدك على اخوي طيح طيح ابغى يطيح انت بين لا تموت كانوا عمان حمار. امام خايس اوكي قد ايه ايه اقسم بالله انك مرجلة عز الله يعزك. مو وقت البناء يا الله. من ناحية خلاص انت على اخوي حدك. اخذنا وضعنا السليم السليم السليم. كي يرجعون تقول ما يوقفون ذولي ما يوقفون. كسر نارهم كسرها انقلع. ها لا تضرب كل 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 حدك على اخوي حدك هنا. اخذت كينو ما سيف خلاص ناكب انا الصقر عايش. اوكي والله ذبحوه والله. لا اخذ حقك يعني الصقر. ذولي زودوها ابيهم بس ينزلوا لي انا ما معي اسهم بس. اوكي وين كلاتي لازم اكسر بناية كاملة عشان هو يطيح.
أظن إن عربيات الخشب أنت تشعر بالبرد مو وقتك، أنت تشعر بالبرد ما برد. قاعد تتمسك من اليوم يا متابعين، خلاص لازم اخذ حقي عاد الحين. وين هو اللي قاعد ذاك اللي كان يطلق؟ اختفى عن وجود فجأة كذا، ها قرر انه يختفي واختفى، ها انه في ناس لانه معي اسهم وفي صندوق. اوه لوت، خلص اكلي بس يلا خلاص راح تشت ايزي. يوم تبعين يوم تبعين حصلنا على شيء جديد من مغامرتنا. انا يوم تبعين ما اطلع الا وانا جايب اشياء ما يجيبونها الا الاساطير، اشياء ما يجيبونها الا الفاهمين. فاهمين اشياء ما يجيبونها الا الفاهمين. فاهمين يا اوكي الحين. اوه حفارة، حفارة ذي شكلها قوي، وش ما احتاج انت روح. كيف تبين استفدنا من رحلتنا؟ والله موارد الارض. وش ذا؟ ما معي مساحة. سيف اسفين، ما ارمى ذا السيف، ما اروح بس اوكي. ذا اول مرة اجيبه. ذا فتحت الزر، ذا مفتاح المدري ايش، وفتحت يمدين اصنع حقة القنابل صاروخ صغير جبت صنعته، وصاروخ كبير اظن بعد. لا لا بس صاروخ الصغير، وما في اكس. والله ما في، طلعنا من مغامرتنا متابعين بعوضتهم. حتى لما يا الله معي بو جدا قوي، بو ازرق كبو نوعا ما كامل متكامل، بو بو يا متابعين. كم عندي خشب نوعا ما؟ طلعت من لوت جيد. قريتنا جد مرة بعيدة متابعين، نبيلي اروح اقطع مسافات. امشي جبت الصاروخ ذا ينقلني بسرعة فائقة، صاروخ انا استعمله بكرياتيف طيران، يعني كيف معي طيران ثلاثي ولكن اللحم. خليني اشوف كم يدمج. طب اذا طلق سهم يمديني ارجع واخذه متبع. اوه ما يدمج 10 ما الحيوان، لو دمجت شخص فيه يختفي الساعه، ما ادري يختفي يرجع لك والله ما ادري. طبعا اوكي نوعا ما قربنا من القرية، نوعا ما قربنا، نوعا ما قربنا، نوعا ما قربنا. قلاتي عرفت انه يعطيني سيوف، شايفين يعني مثلا الحين خلني ارمي واحد من سيوفي ذا اللي بيخلص. لو رحنا كلمنا اعطينا شيء، يعطينا قلاتي سيف مثلا، شوفوا اعطيني شيء متابعه. عندي سيف تبي خذ. لا اعطيته. يلا اصلا سيفي ينكسرون. اخيرا لقيتك جابكم. اوكي انا بقوم اصنع لي سيف، انا داخل
طالع لي سيف وطالع كشفته، بدل ما اصنع به وتعب نفسي طلعت بمغامرة وصنعت. عرفت اوه والله هذا ايش اللي سامه جايبه جديد. اوكي طبعا بالفيديو نفسه طلعنا مغامرة لكن ينلك عليها فهمين ما يعطيني شيء مغامرة دي بكلمات اعطتني فهمين. طيب استنى اليك هذا لا صرف اليك هذا ايش لو عجبكم فيديو اشترك سلم.